14 فبراير النهارده، كل سنه وانتم طيبين. سان فالنتاين، عيد القديس فالنتاين، بقول القديس لانه عيد كنسي، حته الحب والكلام ده كلام جميل، هو رمز، ولكن لم يكن الرجل يتوقع ان هيجي يوم من الايام الناس هتشيل دباديب وورد احمر وتلف وتهدي بعضها. لكن قبل ما بتكلم على سان فالنتاين او سان فالنتاين داي او عيد القديس او يوم القديس فالنتاين، لازم ان انا اتكلم بشكل اهم على المصري القديم، شغلنا او الحاجه اللي احنا مهتمين بيها. هل المصري القديم عارف فكره الحب بكل تفاصيلها؟ عارفها بكل اللي احنا عايشينه النهارده، بكل الأول. الجواز هو العقيده الاساسيه زي ما اتفقت مع حضراتكم، اذا كنت كفء ان تزوج، ولكن وراها بتاع حطب راح نكمل جمله، احبب زوجتك. اذا اول نصيحه بتنصح هي الحب. الحب والعشق بين الرجل والمراه موجود في كل المجتمعات وفي كل العصور. ايزيس احبت وعشقت اوسوريس، ايزيس دفعت عملت نفسها سيده سحر، عملت نفسها تعبانه، عملت نفسها حدايه، كان ممكن تقلب نفسها اي حاجه عشان ترجع لحبيبها. الشاب المصري القديم المراهق بالذات، ودايما نقول ان المراهق هو الاصدق مشاعر، كانت مشاعره جميله وخلفتها استراكه وخلفتها برديات وخلفتها نصوص وخلفتها نقوش جميله في الحضاره المصريه. منها مثلا ان الاقي ولد بيبعت لحبيبته ان يا حبيبتي يا ريت الالهه تساعدني اني ابقى خاتم في صباعك، والتاني يا ريتني ابقى تمساح والالهه تخليني تمساح اعدي البحر ليكي، والتالت يا ريتني الاقيكي شويه قش اقدر ازقهم من غير ما حد يحس ومن غير ما ابذل مجهود وهي تتغزل فيه، والرابع اللي انا قلت لكم عليه قبل كده اللي قال بيقول للالهه لو ما خليتوش حبيبتي اللي هعمل لها عمل عشان تبقى خاتم في ايدي او تبقى عجينه طريه في ايدي ما جاتليش هحولكوا الى او هحول معابدكوا الى رماد ودمار، هدمر لكم المعابد عليكم. دكتور ابي صالح الله يرحمه عمل دراسه حلوه قوي عن الشعر المصري القديم، ولو هو بيتكلم عن الشعر عرفنا من كلامه ان الشعر المصري كان السجع والافيه بتاعته كانت في البدايه مش في النهايه، فكان من ضمن الحاجات لما عالج توظيف بعض الاشعار خرجنا بافكار قريبه قوي من اللي بيكتبه مرسي جميل عزيز وحسين السيد وفتحي اولى الكتاب القدام، يعني اللي هم كتبوا اشعار الحب الحقيقيه ان حبينا نقول. فمثلا لما عالجنا بعض دي لقينا نقول مثلا ايه، زال البعاد ما حفرقك وايدي في ايدك دايما معاك، اروح واجي دايما اصاحبك في كل سكه على هواك، ده انت اللي خليتني ست البنات وعمرك يا حبي ما خنت الوداد. ايه الكلام ده؟ هو المصري ما قالش التعبير بالوداد والبعاد ومعاك والكلام ده، لكن على الاقل لما وظفنا خرجنا بالمعنى، ده المعنى اللي المصري كتبه. تقول له زي شاديه مثلا في الاغنيه الشهيره مين قال لك تسكن في حارتنا، تقول له انا وانا قاعده بسرح نص شعري قلبي افتكرك وهفف قلبي على هواك، بسرعه بقيت يا حبيبي نسيت نص شعري ويا ريتك تسيبني اكمل ضفايري وارجع، والتانيه اللي تقول له امي بتبعتني علشان اجيب شيء انساه او اطلع اصطاد الطيور أو اعمل اكل للطيور على سطح الدار، انسى وانسى وما بقتش افكر انزل اقول لامي ايه، وبعد كده تقول له يا حبيبي ارجع لي، يا حبيبي تعالى روح اسال حطحور. هل كان في صلاه استخاره او بنسال المعبودات يعني في الاقاليم ان انا اروح للالهه؟ ليه لا؟ يروح يحب مع او يقول لها، بعد كده تيجي وتقول له لو جيت وابويا فتح لك الباب والتقى بيك وامي وحرحبوا بيك هيبقى انت من اللحظه دي اخويا. الاخ هنا اللي انا قلته في اول فيديو قابلناه مع بعض، علاقه الاخوه هي العلاقه الابديه، هي العلاقه الازليه السرمديه وليس علاقه الجنسيه، العلاقه الحسيه الاكثر منها علاقه ماديه. استمرت الاشعار واستمر ده، ولما جم اليونانيين بالمناسبه اتعلموا مننا، وكان المصري القديم لما بيجي يجوز واحده من بناته لليوناني مثلا العشر كان يقول لها تتجوزي وينن ميسي ان كيمت ولا ان ميسي ان كيمت، يعني مولود في مصر ولا مش مولود في مصر. علاقات الحب والميراث كمان، لان المصري مره كده نتكلم على المواريث عند المصري كان شكلها ايه وكان المصري بيورث ازاي وبيعمل ايه. لكن استمر الامر ده، وكل ده احنا بنتكلم على حب، بنتكلم على عشق، بنتكلم على غرام، بنتكلم على كل يوم اقدر اخليه سان ايزيس داي، او يعني بدل ما اقول القديسه ايزيس سانت ايزيس داي بدل سان فالنتاين، لان القديس فالنتاين عاش ايام كلاوديوس القوطي في منتصف القرن الثالث الميلادي. الراجل ده كان في الكنيسه وبلغ الامر انه في اثناء في عهد الامبراطور كلاوديوس القوطي ان روما كانت بتخوض حرب قويه جدا في اراضيها والمدن حولها. المشكله اللي قابلت ان كان الامبراطور كلاوديوس وجد ان اغلب الشباب يرفض التجنيد لانه شاب متزوج او بيحب او على وش جواز يروح الحرب يموت ما يستمتعش بحياته، فبقى
أوقف الزواج من أجل الجنود. في اللحظة دي سان فالنتاين عرف من المسيحيين والوثنيين وبدأ يجيبهم في حتة في الكنيسة ويكتب عقود الزواج، لأنه كان بيقول كيف يحرم ما أحله الرب. الإمبراطور عرف فأصدر أمر بإعدام وسفك دماء فالنتاين. من القرن الخامس الكنيسة أصبح الأمر متداول ومعروف في كل الكنائس بالتضحية التي أداها وبدم فالنتاين الذي قدمه فدية لاستمرار البشرية واستمرار الحياة. فأصبح الدم واللون الأحمر هو رمز للقديس فالنتاين. إحنا حولنا الدم بتاع فالنتاين إلى ورد ودباديب. كل سنة وانتم طيبين. هابي فالنتاين داي أو هابي سان فالنتاين داي. شكرا جزيلا.